المشكل ديالي خليت ولادي وبغى نرجع غير عند ولادي. ثلاثة د المرات وانا كندخل المطار وطيارتي كتلغى، وداك مطار اسطنبول خصك تضرب التركية حتى لونجلي ما تيقبلوش منك، حيت مشيت مع تسعود باش ندخل المغرب لقيت بان ما عنديش التحاليل باش ندخل المغرب. كنصح اي وحده تبقى في بلادها مع ولادها تبيع الربيع، تبيع البقوله، تبيع الحمص فازك، هما كانوا زاطمين عليك. هي اللي قطعت لي الطياره، هي اللي خلصت لي التحاليل، هي دارت لي تحاليل في كلينيك ماشي حتى في طبيب عادي ولا. هاد المواضيع اتصلت بداك السيد داك زهير، قلت له اخويا زهير راني واحله شنو. قال لي ابتسام ما ترفديش الهم، ديك البركه اللي كنا غنصيفطوا لك لبحالك فاش توصلي عند ولادك انا بها غنقطع لك الطياره وبها غنخلص لك الوطال وبها غندير لك التحاليل. يعني انا غنشوف سيلا يتكلف لك عاوتاني تما حيت انا ما تعرفش نهضر بالتركيه، وداك مطار اسطنبول خصك تهضري بالتركيه حتى لونجلي ما تيقبلوش منك، خصك تكوني كتهضري معاهم بالتركيه ديالهم. صافي هو يعيط لواحد السيد قال له راه واحد السيده واحله في المطار شنو شويه تقطع لي الويفي، كيعطيونا ساعه في المطار يتطلق الويفي. المهم انا جالسه كنبكي وحاطه حدايا شوانطي، كتجي واحد السيده هي وبناتها غادات دير شي شغل في تركيا من قطر قطريه، ديك السيده بحال سيدي ربي حطها عليا بحال اللي شاف المعاناه ديالي. ديك السيده فاش شفتها انا ما كنعرفش نهضر مع الناس، فاش شفتها لابسين العبايات قلت هما غيكونوا كيهضروا بالعربيه شويه، قلت لها عافاكي واش عندك مكالمه، بغيت غير نتصل بهاد السيد هذا اللي في قطر. وبديك السيده نيت اللي قلت لك حامله تلاقيت معاها في الطياره، قالت لي وهي طرطق كارطه تركيه طرطقتها لصقتها لي في تليفوني، قالت لي هادي غتخدمي بيها راه فيها النت، هما تيقولوا له النت، قالت لي فيها النت فيها المكالمه فيها كل شيء. وهي لا شافتني من هذا المنبر ما بغيتش نجبد سميتها، اللي شافتني راه غادي تعرف هذا الشيء اللي تنقول، وهي راها هي مراقبه كل شيء. هي هذيك فاش عطاتني ديك الكارطه بديت كنتصل بهذوك الناس اللي في قطر، قالت لي شنو المشكل ديالك، قلت لها المشكل ديالي خليت ولادي وبغى نرجع غير عند ولادي ثلاثه د المرات وانا كندخل المطار وطيارتي كتلغى. قالت لي دابا مالكي، قلت لها انا راه واش وقع لي. هو عطيت هذاك زهير هضر معاها قال لها بصح هاد القصه اللي كتعاود لك هاد السيده راه دازت على يدينا هنا في قطر وراها مشات وراسها قاصح، وقلت لها ما تمشيش في ديك الطياره اللي فيها ثلاثه د ليسكالات، بعدا على الاقل تكوني من تركيا للمغرب ما تكونيش من تركيا لفرنسا انا اي واحد قلتها له كيقول لي ما يمكنش، وانا راه باقيين عندي الوراق كاملين باقيين عندي ديال هادشي اللي وقع. صافي هي هذيك وهي تقول لي مسكينه ما ترفديش الهمه ابتسام، وهي تجبد واحد الحفنه د الفلوس ديال تركيا عطاتها ليا، قالت لي هادي غتاكلي بها على ما توصل وقت طيارتك، حيت طيارتي كانت غتكون مع ديك تسعود وهما طيارتهم مع سته. صدقوا هما البيسي وقف وشي بنت معاهم من واحد الدوله خص يعطيها باباها الاذن باش تعاود ترجع للقطار، حتى هما طلعت لهم الطياره، هما مع سته طلعت لهم الطياره مشاو وبقاو على اتصال معايا باش انا غنركب مع تسعود ندخل المغرب. حيت مشيت مع تسعود باش ندخل المغرب لقيت بان ما عنديش التحاليل باش ندخل المغرب، صدقات طلعت لي الطياره طلع لي كلشي، بقيت جالسه تما بقيت كنبكي ما عرفت لا فين نمشي ولا فين نجي. كنعيط لهذيك السيده هادي نيت قلت لها اختي راه واش وقع لي، قالت لي ابتسام ما ترفديش الهم نهائيا كل شيء غادي يكون على حسابي تدخلي عند ولادك. عيطات للشيفور جا داني لوطيل خلصات لي لوطيل، الماكله كناكل بيدي ورجلي، عطاتني الفلوس قالت لي شري لولادك الهدايا، زعما ما كنتي غادا بلا هدايا بلا والو هاكي زعما باش تمشي تدي لوليداتك وداكشي. المهم وقفات معايا ديك السيده حتى رضاتني بحالي للمغرب. فاش درت اخر تحاليل باش ندخل المغرب وهي اللي قطعت لي الطياره، هاد السيده القطريه هي اللي قطعت لي الطياره اللي تلاقيت في تركيا، داك زهير قال لي ملي غتقطع لك هي الطياره وداكشي تدخلي المغرب ونصيفط لك ديك البركه 100,000 ريال اللي كانت عنده صيفطها ليا فاش دخلت بحالي للمغرب. قال لي هو بلا ما الا هي غتدير هاد الخير خلي هاد البركات تنفعك حيت تمشي عند ولادك.
قلت له صافي داكشي اللي وقع. قطعت لي السيده الطياره، دارت لي التحاليل، مخلصه لي لوطي، الماكله، شرات لي الشنطات، تهلات فيا اللي بغيتها. مسكينه كانت كتقول لي ابتسام غير شوفي شنو خصك لولادك انا نخلص. داكشي اللي وقع، هي اللي قطعت لي الطياره، هي اللي خلصت لي التحاليل، هي دارت لي التحاليل في كلينيك ماشي حتى في طبيب عادي، ولا قالت لهم احسن طبيب دوه لي ديروا لها التحاليل، المهم هي ترجع عند ولادها. لحقاش هي براسها استغربات بربعه د المرات ولا خمسه وانا كنمشي للمطار وترجع. الموضوع ديالي ما دخلهاش العقل، قالت لي راه ما غنقطع معاك اتصال حتى غتوصلي عند ولادك. صافي فاش دخلت نيت لهنايا بحالي للمغرب بقات معايا على اتصال. قلت ولادي محطمين نفسيتهم مريضه، هما مراضين، انا نفسيتي مريضه، انا نفسيتي مرضات، وبحالي بغى يجيني الاكتئاب بحالي. ودابا لحد الساعه باقي كنشرب الدواء ديال الاعصاب، دابا وليت يعني بحالي مرضت، نفسيتي مرضات، داكشي اللي دزت منه النفسيه ديالي مرضات، بحالي هما كانوا زاطمين عليك. داكشي اللي ما كنتيش كيسيط، داكشي اللي ما عشتيهش في المغرب ديك 6 شهور عشتو تما بحالي عشتو حياتي كامله. الصراحة هنا فاش دخلت المغرب بعدا دخلت ما عندي لا فراش لا ماكينة تصبين لا حوايج لا حتى شي حاجة، بفضل الله وبفضل ديك السيدة وداك السيد الله يرحم له الوالدين، داك خويا زهير الله يخلي له صحيحته، وبفضل ديك السيدة القطرية هي وماماها. فاش جيت بحالي لهنايا بدات كتصيفط ليا الفلوس، كل مرة تنشري حاجة كل مرة تنشري حاجة، وقالت لي ابتسام انا نعاونك تتوقفي على رجليك وداكشي. مسكينه اللي دارت، ولكن انا ما تنبغيش نعيق عليها، ما تنقول لها عطيني لا والو، هي مسكينه تتصيفط ليا. وفي العيد الكبير واحد العيد كنت العيد الاول اللي كنت جيت فيه في شهر 8 ديال 2020، اللي كنت جيت في شهر 8 ديال 2020 كنت دخلت المغرب، كانت صيفطات لي مسكينه باش عيت في العيد الكبير. صافي من تما ما بقيتش انا وياها يعني، غير هي السلام السلام كي بقيتي مبروك العواشر مبروك العواشر وصافي، فهمتي بحال ما بغيتش نتقل عليهم. الا بقيت معاها على اتصال بزاف وهذا غتبقى تقول لي شنو خصك شنو، ولكن ربي صافي كتب لي واحد الرزيق معاها وصلني. من تما صافي ما بقينا زعما على اتصال بزاف ولا هذا، كنتصل بها مره مره كنهضر معاها حقاش ما عمرني ننساها، انا ما كننساش اللي كيدير فيا الخير. واخا تعطيني كاس د الماء الا كنت عطشانه برا غنبقى كنتفكر حياتي كامله عتقتيني فاش بغيت نشرب كما قلت لك. وفاش دخل دابا علاش انا علاش درت هذا الشيء كله، دخلت دابا بحالي وكنتمنى من المغاربه كاملين، انا ماشي كنطلبكم وكنسعاكم باش تعطوني ماده، ولا انا كنطلبكم باش تعاونوني في قناتي. درت قناه باش نخدم بها على وليداتي اللي هي يوميه ابتسام فلوغ، راني مصوره انا ولدي في البروفيل ديال القناه، كندير فيها مقاليب، كندير فيها حياتي كامله كيفاش عشتها، وراني معوده هاد القصه في القناه ديالي، ومعاودة القصة كيفاش تلاقيت انا وراجلي وكيفاش شنو الحياة كيفاش تمرات. وتنتمنى منكم وكنتمنى من جميع المغاربة، انا عارفة المغاربة خوتنا ما كيبخلوش علينا، انا عارفة المغاربة حنا يد وحدة في السراء والضراء، انا عارفة المغاربة ما كيدوزوش بعضياتهم. كنتمنى منكم تهجموا عليا وتدخلوا عندي، غير ندخل غير داك فلوس الادسنس غير باش نخلص بها كريدية ونعاون بها على ولادي ونعاون داك ولد الناس تاهو على الزمان. ونتمنى منكم اخوتي تبارطاجيو وتدخلوا عندي تزوروني في قناتي اللي هي يومية ابتسام فلوغ. انا درت قناة يعني فكرت تعيت ما بقيتش كنقد على الخدمه، فكرت قلت ندير قناه في اليوتيوب ونتعاون بها، ولكن واخا درتها طايحين المشاهدات عندي بزاف. وكنتمنى تزوروني اخوتي المغاربه وداخل الوطن وخارج ارض الوطن، كنشكركم كاملين. وحنا الحمد لله يد وحده كنا في المغرب ولا خارج المغرب كنكونوا مضامنين. وتنتمنى منكم اخوتي كاملين تدخلوا عندي وتزوروني وتهزوا بيا في هذه القناه. وشكرا لكم احبابي بزاف، ونتمنى القصه تكون العبره وتكون لاي وحده باغا دير شي حركه بحال هذه اللي درت انا. كنصح اي وحده تبقى في بلادها مع ولادها، تبيع الربيع، تبيع البقوله، تبيع الحمص فازق، تبيع الحوايج، تبيع التقاشر، المهم اي حاجه، ولكن باش تخوي بلادها والوطن ديالها ما تنصح حتى شي مغربيه. وعاش سيدنا وعاشت الاسره العلويه كامله، وشكرا لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.